الاخوان كنبغي نشكر جميع المهنيين اللي اليوم شاركوا في هذه الوقفه او الوقفه يلاه غادي تبدا ان شاء الله الرحمن الرحيم، ولكن هذا هو التوقيت ديالها. ولكن كان واحد الاجراء استباقي من النيابه العامه مشكوره استدعتنا على ضوء هذا يعني البلاغ اللي تنشر البارح او اللي توصلت به السلطات المعنيه الامنيه او العماله في اطار تنظيم هذه الوقفه الاحتجاجيه تعبيرا عن السخط ديال المهنيين من المساله اللي تعرض لها الاخ ديالهم مصطفى حمامه في اطار يعني السجن ديالو مباشره من مركز الدرك، وبالتالي الشيء اللي خلف واحد الاحتقان عند المهنيين، وكانت النتيجه ديالو هو هذه الوقفه اللي قرروها باش يديروها اليوم. لكن لتصحيح الوضع ولتصحيح المعلومه عند الراي المهني والراي العام بخصوص البلاغ اللي تنشر وكانت دار فيه واحد المصطلح ديال الاعتقال، والاعتقال بطبيعه الحال كيامر به السيد وكيل الملك، والشيء اللي ما حصلش معنا هنايا بالنسبه للنيابه العامه لا علاقه لها بالاعتقال ديال السي حمامه مصطفى، وانما فهو قرار ديال السيد قاضي العقوبات في اطار الاكراه البدني اللي انتج على الغرامه التهديديه اللي بدورها ناتجه على واحد النزاع ما بين السي مصطفى حمامه وما بين صاحبه المدنيه اللي استغلت هاد واحد الظرف ديال التهاون ديال الاخ ديالنا مصطفى في التتبع ديال الملفات ديالو، الشيء اللي ادى لهاد النتيجه هذه. لكن باش ما نطولوش ونخليكم تلتحقوا بالعمل ديالكم، مشكورين الاخوان اللي جاوا ساندونا اليوم من مدينه سلاوم السي العياشي بوجمعه والسيد الكاتب الوطني السي عبد الصادق بوجعره، اخوان ديالنا اللي دخلوا معنا السي عمرو بركات والسي الزيتوني والاخ طبيله ولا نسيت شي حد السي عزيز، اخوان كلهم هادو عندهم غير على القطاع. ونتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم دائما الكلمه ديالنا تكون موحده في اطار الدفاع عن الحقوق والمطالب ديال المهنيين ككل، والنضال هو يوحدنا. بالنسبه للاخوان المعلومه اللي انتم كتنتظروا تسمعوها هو ان شاء الله الرحمن الرحيم كنقول لكم استبشروا خيرا، وان شاء الله غادي يكون غير الخير وما نسبقوش الاحداث، لان انتم كتعرفوا القضاء غير هو من خلال الجلوس ديالنا اليوم ان شاء الله مع النيابه العامه واطار الحوار غادي يكون خير ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما مسموحش لنا باش نعبروا اكثر من هذا الشيء، غير هو غادي نسلكوا ان شاء الله الرحمن الرحيم واحد المسطره قانونيه اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم القضاء غادي ندور لها بعين ديال السلم الاجتماعي، وان شاء الله خير. انتظروا باش يكون في القريب العاجل الافراج على الاخ ديالنا السي مصطفى حمامه. هذا الشيء هو اللي كنبغي نبلغكم، وفي انتظار ذلك كنطلب من الجميع يلتحق بالعمل ديالو، وانتظروا دائما حنا غادي نتواصلوا معكم باش نبلغوكم باي جديد في قريب العاجل ان شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. شكرا ادريس حريحر الكاتب العام الفيدرالي الوطني المستقل لسياده الاجره. تنحضروا اليوم بهذه الصفه هذه لمؤازره الاخوان ديالنا على المستوى المحمديه، لمؤازره الاخ ديالنا وصديق ديالنا اللي هو معتقل لاسباب كلكم كتعرفوها والاخوان راهم ذكروها قبل مني. الاسباب كنبقى على كل حال انه الامور لما كنمشوا للحيثيات ديال الاعتقال كنلقاو ان الامور لا تعدو انها فقط انها كاين سوء فهم في العمليه، وكنتمناو ان الامور اللي مشات فيها المحكمه الان هو انه نعاودوا ان شاء الله اننا الملف لانه تتشوبوا واحد المجموعه ديال الخروقات، لانه حتى كاين شويه من الجانب ديال المهني والجانب ديال السلطات كذلك. وكنتمنى ما كاينش كلمه اعتقال، لا الاعتقال هو انه كاين، لانه الحكم بالاعتقال بناء على واحد الحكم اللي صدر قبل، وحتى الحيثيه ديال الحكم تنفيذ حكم هذا هو اللي كاين. فالان طريق النيابه العامه صحيح ما كانش اعتقال، لانه هذا كاين تنفيذ حكم، كان حكم سابق صدر في نفس في الموضوع، ولكن كنتمنى انه الامور راه كتمشي في التصحيح ديال هذا الحكم هذا، لان كنعتقدوا انه الامور اللي تبنى عليها الحكم انها راه واهيه، وكنمشيو في الاتجاه انه ان شاء الله راه الامور غتصلح في القريب العاجل. هذا هو اللي كاين، لان المحكمه تفهمات الدفعات للاخوان دخلوا عند المكلفه القاضيه المكلفه بالموضوع، فاعطت تطمينات ان الموضوع راه يمكن التصحيح ديالو في القريب العاجل ان شاء الله. هذا هو المتمنى. حنا غير عبركم وعبر واحد وسائل الاعلام اللي انتم حاضرين هنا بغينا نقولوا انه راه الامور ديال القطاع ديال سياده الاجره راه مازال فيها
ديال مشاكل. والان هذا المشكل ديال الاخ ديالنا اللي هو حاضر اليوم ومعتقل واحد من المشاكل اللي هي مازال كتظهر يوم يوم. وبغينا نوصلوا واحد الرسائل انه راه الامور ديال الدوريات وهذا القانون كيخصنا قانون منظم باش نخرجوا من هذا يوم طالع يوم هابط. واحد يحكم بمحكمه في المحمديه تحكم بقانون ومحكمه في مقنيطره كتحكم بقانون وفي الناظور بقانون. بغينا توحيد واحد القانون ويوحدوا المهنه باش نكونوا نعرفوا ما لنا وما علينا وبالتالي يكون كل طرف يتحمل المسؤوليه ديالو. شكرا. هنا استاذ الكريم واش يعني الداخليه لها دخل المساله اللي وقعت مع الزميل ديالكم؟ لان هي مساله ديال المأذونيه والمشاكل المأذونيه هذا كيكون اختصاص الداخليه. يعني كيفاش توصلت للقضاء بهذا الشكل هذا باش غيتم الحكم على الاخ ديالكم صديق ديالكم في الغياب ديالك؟ انا الداخليه فعلا هي المدبر ديال القطاع وهي مسؤوله طبعا بشكل مباشر او غير مباشر. فهي مسؤوله لانه ملي ما كيكون الفراغ ديال القانوني فكتعطي الفرص انه لهاد الاحكام الجائره كتكون تصدر. وبالتالي حنايا وزاره الداخليه مسؤوليتها كتتجلى في انها تخرج قانون يكون واضح ما ليا وما عليا. حنا الان كنشوفوا انه المشكله ديال هذا الاعتقال هذا هو بسبب واحد المأذونيه اللي هو واحد المستغل في يوم ما كان كيستغلها وقعت واحد الظروف واحد المجموعه ديال المستجدات التسيراره في المحجز وهو كتراكم عليه واحد المجموعه ديال الالتزامات الكرا وكذا. فبالتالي فالمولات الكريمه راه جات للمحكمه والمحكمه بطبيعه الحال كتبني الحكم ديالها على واحد العقود والالتزامات فخسرت حكم علما ان هذيك المأذونيه اصلا فخصها القانون بوحدها. ربما يمكن كاين في العقد العقد اسمح لي استاذي ربما كان على هذا اللي دار العقد مع صاحبه الدنيا كان يكون يعني عنده دراسه مسابقه للمستقبل تقدر تدخل طوموبيل تقدر تسيدها تقدر تكون شي حاجه صح. يعني كان على الاقل بعد توضع داك البوند ديال اذا كان طوموبيل واقفه او المأذونيه ما خداماش ما تخسرش عليا صح في الجانب من الجانب تفضل لا كمل في الجانب من الجوانب كلامك صحيح لانه كيخص هذا الشيء اللي كنطالبوا حنا واحد القانون يكون واضح لان هاد الدوريات كلما جات هاد الدوريه وحنا كنعيشوا في ظل هاد الدوريات حنا كنشوفوا ان الدوريه كتبقى ناقصه بمعنى هاد الدوريه ما نفعتني بوالو بهذا السيد هو معتقل الان. اذا الدوريه كتبقى القوه القانونيه ديالها او الترافعيه ديالها كتبقى محدوده. وبالتالي حنا كنطالبوا وزاره الداخليه ان يكون واحد القانون منظم للقطاع باش يمكننا يحكم بيناتنا وبين العلاقه التعاقديه. هذا قانون العقود هذا قانون قائم بذاته. نعم. قانون العقود وهو العقد شريعة المتعاقدين. انا تعاقدت معاك على واحد الصومه كرائيه شهريه ما كيهمنيش انا لا توقف الطوموبيل ولا ما توقفش. لا حتى كان كليك مأذونيه مشيت ناسيه. لا حتى لاش وقفت هذيك الطوموبيل وقفت خصنا نشوفوا الاسباب لاش وقفت. راه ماشي هو مشى هزها وداها للمحجز. اذا كان مسؤول ديال المأذونيه لانه كان عندهم واحد المشكل وكان ما بغاش يزيد مع العقد وكان هو الطوموبيل ديالو راه وصلت لواحد الحد ما يمكنش تشتغل فيها لانه ما بغاش تبدل. اذا كاين واحد الامور كثيره تراكمت وصلت لان الطوموبيل دخل المحجز. اذا هو راه ماشي هو جا وضعها في المحجز كان هو مجبر ان طوموبيلته راه كان هو غير مشتغل هو براسه هو كان ضحيه. فهو دابا الان ضحيه من العمل وضحيه حتى في الشدان. اذا الامور راه كما قلت لك ان الامور متركبه. هذا القطاع هذا كيخصو واحد الجلسات. اذا حنا بغيت ناكد لك انه الداخليه مسؤوله في هذا الجانب انها توضع واحد القانون باش ما يمكنكوش حنا ضحايا ديال المحاكم والاحكام الجائره بحال هذا الحكم هذا. شكرا لكم استاذ الكريمه. غير كتوضيح بالنسبه للكلام اللي قال الاخ ادريس الكلام كله معقول. هذا احنا المشكل ديالنا في هذا الشيء ديال الطاكسي خاص الداخليه تفصل فيه. الا ما دخلتش الداخليه غير اما كما كانوا بعض القضاه المحاكم في المغرب كيديروا عدم الاختصاص. احنا هنا مدينه المحمديه ربما عندنا مره كتحكم بعدم الاختصاص مره كتحكم عليك باسترجاع المأذونيه. واللي بغيت ناكد باش ما نضيعوش بزاف ناكد غير على قبل هذا المشكل اللي عندنا اليوم. هذا السيد حمامه هذا السياره ديالو 4 سنين ونص لو قلت 5 سنين وهي في المحجز والسيده كطالب دابا الاكراه دعاته باش يخلص هاد ال5 سنين والسياره مشدوده 5 سنين وتخلص عليها. هذه شي حوايج اللي ما كتدخلش الراس. اذا حنا اللي كنطالبوا هذا الشيء يتنظم. حنا كنقل خاصنا حتى حنا نتنظموا. راه ما يمكنش الدوله غاده في واحد الخطوه اللي هي كتقول بانني غادي بواحد الخطوه ديال المستقبل وواحد الازدهار واحد الدوله ديال الترامواي ودوله ديال التي جي في ودوله ديال الزا شوف ضرب. اذا حتى الطاكسي راه من الناس من الاولويات. الطاكسي راه اول وسيله ديال النقل في المغرب خاصها تنظم قبل ما تنظم ديال الترامواي قبل ما تنظمي الزا. اذا نتوما عينكم فيها الطاكسي باش يبقى ديما في هذه المشاكل. الا ما قدرتوش على هذه المأذونيات ديروا لنا رخص ديروا رخص خلينا نخرجوا ولا ديروا لنا عقود ما تبقاش فيها من الى في اطار شركه من الى. دابا المشكل عندنا دابا الكريمه هذا العقد انا واخده من الداخليه
الداخليه ما كتحيدش ليا الجريمه، الداخليه براسها اللي عاطيني العقد، الداخليه عقد وما كتاخذش الواحد كتحبسه وكيمشي كيدلي في المحكمه اللي هي في قانون هي عدم اختصاص. عدم اختصاص حيت مول الطاكسي راه حاكمه فيه الداخليه وحاكمه فيه وزاره النقل وحاكم فيه القضاء. اذا انا الا بغيت ياخذ لي الجريمه ولا بغاو يشدوه كمهني خاص يكون واحد استشاره مباشره ما بين العامل والمحكمه، خاص العامل اللي يقول للمحكمه يقول لهم شدوا هذاك، حيت هو اللي عاطيني المادونيه، هو اللي عاطيني الكونفيونس، ومن الشروط شنو فيها؟ فيها الكونفيونس وفيها بطاقه مهنيه. اذا انا داخل كمهني، هاد السيده اش عندها؟ اش عندها؟ هي القانون كيقول لها ما تكريهاش، ما تفوتيهاش، عطاها لك الملك وتجي تجوعي الشعب الملك. راه الا انت تاحت لك الفرصه باش تلاقيتي مع الملك وعطاها لك، حنا راه ما لقيناهاش. حنا راه لقينا في جوات انا نمشي ناخذها، علاش انا نبقى عبد لواحد خاينا كل عام؟ لدرجة ولاو شي وحدين فاش كيبغى يقلعها لك يقول لك انا الفلوس ديالك عديها ماكله للكلب. هذيك الفلوس كتعطي ديال الجريمه انت، قال لك انا قول بها الكلب ما كتقدنيش. اذا علاش انا نخدم على كلب وعلاش ما نخدمش انا للدوله؟ اذا حنا كما قال الاخ حنا كنطالبوا بواحد القانون منظم للطاكسي لهذ المادونيات، ومن الاحسن يكون الامور على سايد الجهه، نجتهدوا على الجهات. ودابا المدينه كتفتي في شكل، المدينه كتفتي في شكل، هاد المشاكل هاد الالوان هاد الديبارات كنطلبوا من الله نتوحدوا. لاحظنا حتى في هاك عمرو، عمرو عمرو اسمح لي، الدعم اللي عطاته الدوله للطاكسيات ولا لصحاب النقل تعطى لصحاب المحدونيات، يعني هذاك السائق اللي كيقيم نهار كامل هو في لامير شنو هو الربح؟ هذه وحده من المشاكل اللي باغين الطاكسي يبقى عايش فيها. احنا عندنا بيرو دو بوانتاج، ملي عندك بيرو دو بوانتاج علاش ما تنسقش مع بيرو دو بوانتاج مباشره مع الناس ديال النقل؟ غادي نشوفوا الناس اللي خدمت في الطاكسي وغادي تاخذ داك الدعم ديالها. دابا حنا ما غير بغيت نقول لك الاخ، دابا حنا كطاكسيات باش نقول لك داك الشيء ديال الدعم، حنا كطاكسيات كيفرضوا لينا شي حوايج ديال الناس الكبار. اين هما الناس الكبار؟ هما مالين الرمايك ومالين الكيران، هادوك الناس الكريمه في سميتو والرخصه في سميتو والشيفور كيعطيه واحد الاجر. انا ما عندي اجر ما كيخلصني حتى واحد، انا اللي كنخلص من الكريمه وانا كنخلص من الطوموبيل. هنا في كاين الخلل، احنا اللي كنطلبوا من الله باش وزاره الداخليه، راه هذا الشيء اللي واقع في مدينه المحمديه راه واقع في مدن اخرى، كيبقى غير الشهاد ديال الناس ديال القضاء. وكما قلنا لكم حنا المشكل اللي وقع عندنا فاش دابا استفسرنا الامور مزيان بان القاضي اللي حاكم عليه مباشره، نعم باش نقول مباشره، حنا اللي كنطلبوا من الله هو الداخليه تدخل وتنظم هذا القطاع، حيت حتى من حتى اللي وقع هذا، حيت قلتي ذاك الشروط العقد شريطه المتعاقدين كاين واحد الخلل اللي كاين. شنو هو الداخليه فاش كتخرج شي قرارات ولا دوريات ما كتستشر مع المهنيين، لان خاصها تستشر مع المهني، حيت حنا كون يهضروا معانا ما غاديش دير من إيلة، هذيك من إيلة راه هي ذوك العقود العرفيه، راه العقود العرفيه كانت من إيلة وكتفاسر. دابا ها انت من إيلة وعقد نموذجي واقع مشاكل. حنا اللي كنتمناو من الله باش هاد الامور هذه كلها تسوى بواحد التسويه اللي هي معقوله وما يبقاش فيها لبس، وحتى من القضاء ما يبقاش يجتهد. القضاء كيكون عنده واحد النقطه يجتهد يفصل فيها، ونتمنى من الله الفرج هذا الاخ ديالنا والزميل ديالنا. ومدينه المحمديه غادي نقول لك بان هاد المهنيين كلهم راه حنا كلنا مصطفى حمامه، حيت اللي مشيو مصطفى حمامه اليوم راه غدا غادي نكون انا في نفس الموقف اللي وقع فيه دابا مصطفى حمامه. وكنشكر الاعلام وكنشكر المهنيين كاملين وشكرا. تحيه.